العربات دي يا بسيوني حذرنا ونبهنا من قبل 3 شهور انه الامارات اشترت 2000 تاتشر من كوريا هتدخلهم السودان عن طريق الشرق وعن طريق حفتر ليبيا. الجزء دخل عن طريق حفتر ليبيا دخل به عبد الرحيم قبل يومين بابانوس وغيره وهاجم الجيش وباقي جزء منها. اما الجزء دخل من الشرق يا هي موجوده في المينا دي ما في حاجه اسمها ما شلتشات ابدا. كان حيسلمها جبريل والبرهان والطابور الخامس اللي بيدعموا في الدعم السريع وبمشوا في اوامر امريكا واسرائيل والامارات كلاب الامارات اوكي. كانت حتسلم للدعم السريع جوا الخرطوم. انتوا تابعوا العربات دي وحتعرفوا منو المدخله وحتعرفوا ماشيه وين وليه دخلت المينا وليه الناس الموجودين في شرق المينا ما حقوا ورا العربات دي او مسكوها والقاعدين في الشرق. تاكد انه العربات دخلت بامر البرهان. اي دعم قاعد يصل للدعم السريع عن طريق البرهان وجبريل. ولا من واحد دعامي طلع قال احنا بناخذ رواتب للشكري من ماليه السودان صدقوا الكلام ده. البرهان عن طريق جبريل في دارفور عندنا شيكات صور شيكات بيصرف رواتب للدعم السريع. خلي البرهان يا مريم شفتها شفت البرهان ده مهما يتكتم مهما الخوان اللي حوالين والطابور الخامس بيحاولوا يتكتموا لي حيقع. وبعد يقع ملفاته كلها تتكشف حيجيب الخوان اللي معاه كلهم. الدمر البلد دي كانت في خيانه كبيره جدا للسودان. اللي ما عملوا التمر 30 سنه ولا عملوا الحصار 30 سنه عملوا حبه خونه من حمدوك وقحاته ومن البرهان وجبريل مجموعه بتاعت طابور خامس ابراهيم جابر ونادر وغيره بيقودوا للامارات الحرب جوا السودان من جوا مكتب البرهان في القياده العامه. نحن شفت حتى مهما تجي شفت مهما تتكتموا وتستروا احنا عارفين الحقائق كلها لانه الحقائق بتطلع حتى من جواكم اوكي. التاتشرات الموجوده في سواقين دي ما في اسمها ما شلتشات وتمشي للتشات لي عن طريقنا ولين احنا ما طيران الامارات قاعد يمشي دايركت للتشات عندهم مطار هناك ليه تخش السودان. التاتشرات دي 2000 تاتشر اشترت الامارات من كوريا استوردتها للسودان للدعم السريع. والحقوا التاتشرات دي قبل ما تصل الدعم السريع وكون بسببها استشهاد ضابط او عسكري او مواطن او اغتصاب بيت. ما تضعوا البلد دي ما تخلوا البلد دي للبرهان في قياده منفرده، ما تخلوا البلد دي للطابور الخامس يقودوا البلد دي للهلاك. على الشعب والمقاومه الشعبيه وضع ايدهم على التاتشرات دي. ثاني اي سيره بتاع الدعم السريع او التحرك على المقاومه الشعبيه والجيش يتعامل معاه. كده البلد دي حتنضف. قلنا لكم زمان البرهان ده موجود البلد دي ما حتسلم. والطابور الخامس معاه موجود وجبريل موجود البلد دي ما حتسلم. اوكي؟ ولا حتى عقار لسه نفش ريشه عمل نفسه انه مع الحرب الكان بيقول تفاوض ما حيكون محل البرهان يتحل السيادي. والاربعه يمشوا عقار مناه وجبريل والبرهان حل السيادي. ده نحن اللي بنطالب بيه واللي من تحت الحرب دي برضه حنحل السيادي. وشوفوا كلام ياسر العطا بس انت دار تفهم الكلام ده عشان يقع لك. ارجع شوف تصريحات ياسر العطا اطلع نبس فيها الامارات نبس فيها الدول تشات نبس فيها اي زول وبيتكلم عن انه والله نحن سنحسم. يعني ياسر العطا بيطلع بيقول لك نحن سنحسم التمرد الكلام الفضفاض ده نحن سنحسم نحن ما عندنا ياسر العطا بيطلع بيقول انا ما زول مفاوضات انا زول بل هو الكذاب قاعد لابد وين لابد في كرري لابد انت بتبيل من وين بتبيل من كرري انت بتغش في الناس انت ما طلعت قلت بعد اسبوعين انا بنظف ام درمان ليه هسه بيت امك ما قدرت تصل ولا بيتك ما حتقدر تصله ولا سلاح المهندسين ما حتقدر تصل. انت بتحلم انك انت الان حلمك كله كل حلمك يا ياسر العطا انك تفتح الطريق ما من كرري من كرري للسلاح المهندسين وما بتقدر عليهم. وكرري ذاتها اصبر بس كرري ذاتها الايام دول بيننا. عشان كده الناس ديل انا فاهمي انه الكلام ده طلعوه مستهدفين به الكباشي مستهدفين يحرجوا به الكباشي عشان ويقووا به الجبهه بتاعت ياسر العطا. لانه هم قالوا عديل كده اذا البرهان
مشى لاقى قحط ما يجينا رايه. لما حمدوك قدم لنا الدعوه حقته بتاع التقدم دي والجيش قال نحن قبلنا، طلعوا البلابسه قالوا نحن، وطلع ياسر العطا قال تصريح ضد قحط لو ملاحظينه. امشوا راجعوا، ما انتوا عشان تقرا السياق بتاع الحديث ماشي وين. انه ياسر العطا هو الرجل القومي والرجل الوطني والرجل الحريص ورجل البل والحلف البل، ونحن سنبل الناس ديل. اما البرهان وكباشي ديل متآمرين على الجيش وبيمشي يقعدوا، مع انه كباشي كلامه صح، مع انه البرهان ده ذاته لما طلع مفروض يمشي في الخط بتاع السلام، لانك انت ما بتقدر تحسم معركه عسكريه، ما تقدر تعمل شيء. ولو خلوك 10 سنه 100 سنه ما هتقدر تعمل شيء. شنو يعني جبت لك مسيرتين ولا جبت لك 10 مسيرات ولا جبت لك 1000 مسيره؟ في مسيره بتحسب لها معركه؟ يعني مسيراتك دي هتخش هتعمل لك شنو يعني؟ يعني مسيراتك الايرانيه دي هي عملت لايران زاد شنو يعني؟ نفعت ايران في شنو يعني؟ ما قائد الحرس الثوري الايراني ذاته قاعد في العراق دي اختاله سليماني ده ما دقوا الامريكان بصاروخ فرتقوا ميتين وزادوا. وما بعرف قبل اول امزام برضو اختالوا لون واحد في العراق، ما بعرف شنو قائد شنو. ايران خليها تحمي ناسها، خليها تحمي قيادتها. ايران قادره تحمي نفسها. عشان انت تمشي تقول لي مشيت ايران، وانا هسه سمعت قال فتحوا مكتب للحرس الثوري الايراني في بورسودان. ايران قادره تحمي نفسها عشان تحميك انت؟ وما شر البليه ما يضحك انك انت ماشي جاري بتفتكر انك انت مشيت ايران انه ايران ستحميك. بالعكس، بالمناسبه القصه دي ممكن بالمناسبه بكره بين عشيه وضحاها تغير المشهد ده كله. بالمناسبة التاسع ممكن بكرة تصبح تلقى وادي سيدنا ده كله رمات ما تعرف الضربوا ذاتهم. الله اسمع مني، اسمع انا النصيحة بقولها لك. الطريق بتاع ايران ده اخطو، انتوا ذاتكم كعساكر جيش، كجيش خلي الفلول كجيش دارين تبقى عندكم مؤسسة ويتبقى ويبنى عليها، لانه الامير في كلامه الاخير قال نحن جزء من الجيش. نحنا قال نحنا ذاتنا هنمشي نخش الجيش، الدعم السريع ده هيخش الجيش، مش الجيش هيخش الدعم السريع. لكن والله تعملوا كده يوم تصبح الصباح تلقوا قاعدة وادي سيدنا دي بل فيها ممسوحة، تلقوا بورسودان ذاتها ممسوحة. ما انت قاعد تلعب، انت بتلعب مع منو؟ سؤال، انت دار تلعب مع منو؟ ده ما لعب كبير، انت ما عندك لو شعر، ده لعب أكبر منك. ده لعب إمكانياتك انت أكبر منه. مسألة انك دار تجيب ايران ودار تفتح لها مكتب ما بعرف في البحر وتخدها في البحر الاحمر وتجي تقول لها اديني قاعدة بحرية، وعشان ده ما في زول بيسمح لك به، لانه ده مش السودان، ده بيهدد امن بتاع الدول تانية، ده بيهدد مصالح بتاعت ناس كتر، وده بيدخل البلد ذاته. خليك انت مشكلته مش انت، ما انت اللي بتدفع الثمن، اللي بيدفع الثمن بتدفع الثمن البلد كلها، ما انت. انت الان قاعد تعمل مغامرة، قبل كده انت عملت مغامرة خطيت السودان ده كله بقى ما بعرف تحت الارهاب، الوصايا الدولية ما بعرف شنو، محاصر اقتصادية، محاصر سياسية، محاصر اجتماعية. الان انت قاعد تغامر مغامرة، انت ما بتدفع ثمنها، ما بتدفع انت ثمنها، لانه انا قلت لك ممكن تصبح الصباح، ممكن تصبح الصباح تلقى في بورسودان دي اسطول امريكي واقف، ما بتقدر تمنعه؟ انت هسه بكره لو اصبحت الصباح ما ممكن تلقى البحر الاحمر ده كله محتل، بتعمل لهم شنو؟ عندك شنو عشان تعمل لهم؟ هتسوي لهم شنو؟ انت مشكلتك قاعد تغامر مغامره، والمغامره انت ما قاعد تحسب حساباتها، انت مشكلتك قاعد تودي البلد، اللي بيدفع ثمنها الاجيال، نحن كشعبي قاعدين ندفع ثمنها. انت في سبيل السلطه والحكم عشان تقعد ممكن تعمل كل شيء، ممكن تبيع بورسودان، وممكن تبيع القضارف، وممكن تبيع كسرة، وممكن تبيع الشمال زي ما بعته قبل كده لدول. السودان ده الآن انت لو مسكت اقتصاده الآن مرهون، السودان ده الآن كبلد مرهون. الآن هسه مصر جنبنا دي، نحن نقدر نعمل حاجة بدونها؟
سمعت برضو الليلة انه منحوا الاريتريين الشغالين ما بعرف في جبهة شنو المقاومة الاريترية الجايين يقاتلوا مع الجيش جابونا دون جنسيات. هسي تجيب ناس تجنسهم تديهم جنسية حباب الاريتريين، انا ما عندي مشكلة مع زول، ناس اهلنا وجيراننا واي حي، والزول قاعد في البلد استوفى الشروط يستحق الجنسية يدي الجنسية. لكن كونك انت الان الان بتمشي تجنس ناس من اريتريا لانه علاقاتك مع فورج كويسه ودار تجيبه انت داخلهم في الجيش السوداني، لانه انت عندك بتفتكر نفسك ان انت صاحب القوه اللي بيديك الحق منه، بيديك الحق منه انك تمشي تجيب ناس تجنس وتدي جنسيات عشان يتقاتلوا في الجيش السوداني، منو اللي بيديك الحق ده؟ انت الان ما قاعد تنفي عن الناس سودانيتهم، الحرب دي كلها قومت على اكذوبه انه الدعم السريع مع السودانيين، مع انه الدعم السريع ده السودانيين اكثر سودانيين، ما في سوداني اكثر منه. والله لو نتكلم بمعايير الوطنيه والسودانيه ما في سوداني يستحق ان يكون سوداني وطني في المقام الاول غير الناس اللي قاعدين في الدعم السريع ده، لانه وطنيه الدعم السريع دي ما تشكلت امس ولا الليله، دي وطنيه تشكلت على حمايه التراب السوداني، لانه الدعم السريع ده لما شكلوه ما شكلوه عشان يمشي نسها، لما يتكون يتكون عشان كان في تمرد في البلد، كان اجزاء البلد اطراف البلد كانت محاصره، الدعم السريع ده هو اللي فك لك حصارها، هو اللي قاتل لك التمرد، هو اللي حمى البلد دي. في وطنيه اكثر من انك انت تشيل روحك بين يدك.